بهذا الحشد الكبير تؤكد المرأة دورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية وتبيان موقفها مما يجري في غزة. وفي مدينة اسطنبول نظم مؤتمر لنساء الأمة للتضامن مع النساء الفلسطينيات في الأسر وتحت القصف وفي ميادين المقاومة. المرأة الفلسطينية أعطت درس للعالم في الارتباط بالوطن، في الارتباط بالأرض، وأخرجت أجيالاً استطاعت ونجحت في أن تخرج أجيالاً يؤمنون بهذه الرسالة وفي تقديس الأرض والارتباط بها. المشاركات في المؤتمر بينا الأدوار المنوطة بالمرأة لدعم الصامدين في فلسطين. أرى أن ما نحتاجه حقيقة هو أن تكون عندنا المرأة الراسخة في نفسها شخصية وعلما ودراية ووعيا بما يجري على الساحة. نقوم بوقفات، بمسيرات، بندوات، بمحاضرات، بالمشاركة في كل أشكال الدعم على السوشيال ميديا الإعلامية، في بكل ما يمكن أن نستطيع أن ندعم به وأن نساهم به في دعم المقاومة الغزاوية خصوصا الصامدة هناك، ودعم نساء المقاومة الصامدات ودعم الأسيرات وإيصال صوتهم. ونبهت المشاركات في المؤتمر إلى ضرورة تعريف القضية الفلسطينية بما ينسجم مع موقعها في الفكر الإسلامي. فلسطين ليست للفلسطينيين وحدهم، ليست للعرب وحدهم، ليست قضية إنسانية أبدا، لأن كل هذه الشعارات سقطت وزيف القيم الغربية أيضا سقط ضمن مصالح الغرب المزعومة، فلا بد من أسلمة القضية الفلسطينية والعناية بالعقيدة أولا. ودائما كنت أقول وأكرر، هو طوفان الأقصى نواة العودة إلى الجذور والتوحيد أولا قبل أي شيء. الضغط الفاعل على كافة الأصعدة هو الحل الوحيد لإجبار الاحتلال على إيقاف المذابح التي تجري في فلسطين عموما. فعليا مش هتوقف الإبادة هاي إلا إذا ضلينا نعمل كل الضغط اللي بنقدر عليه، سواء كان سياسيا، حقوقيا، اجتماعيا، إعلاميا. وليش اليوم الأهم إعلاميا؟ لأنه الإعلام قادر أنه يصنع كلمته، مش الإعلام التقليدي اللي بياخد أجندته من الغرب وأوروبا وينفذها. مخرجات المؤتمر تركز بالدرجة الأولى على تحويل الأفكار والمواقف إلى عمل منظم وفعال.